السلام عليكم طلاب، وياكم الصيدلانية صفا أحمد يحيى، ماجستير فارماكولوجي أند توكسيكولوجي. راح نبتدي وياكم إن شاء الله محاضرات الفارماكولوجي للمرحلة الرابعة. طبعا أول شيء نرحب بكم طلابنا أجمعين، إن شاء الله تكون سنة هي ما راح تكون سهلة، وإنما راح تكون إن شاء الله سلسة ونعديها على خير وسلامة. طبعا المرحلة الرابعة من أغنى المراحل الموجودة بالصيدلة، لأنه أنت بيها راح تأخذ السريرية، راح تأخذ الفارماكولوجي، راح تتعلم الصناعية، يعني الأشياء اللي تكون فايتال ومهمة جدا بشغلك أنت كصيدلي بعدين. طبعا المحاضرة الأولى من محاضرات الفارماكولوجي راح نحكي بيها عن الديوريسز وكذلك الأنتي هايبرتينسيف دراج. ايش اقصد اني بالديوريسز؟ طبعا ها قبل لا نبدي نحكي على المحاضره، الديوريسز هي المدررات، والانتي هايبرتنسيف دراج هي الدراجات اللي تكون تستعمل لغرض خفض الضغط. بما انه احنا حكينا عن الهايبرتنسيف، لازم نجي نوضح هو شنو الهايبرتنسيف. الهايبرتنسيف بالعامية هو يقولوا له ارتفاع الضغط. زين اني اريده ميديكالي هو شنو؟ ميديكالي الهايبرتنسيف راح اشوف انه راح يصير عندي ارتفاع مستمر، يعني مو انه ارتفاع لحظي وينتهي، او تعرض لي حادث معين، خوف او قلق او ما اعرف شنو ارتفاع ضغطه، لا. sustained systolic blood pressure راح يكون greater than 140 مليمتر ميركوري، والدايستوليك بلود بريشر راح يكون اكثر من 90 مليمتر ميركوري. يعني السيستوليك بلود بريشر نسميه ضغط الانقباض، والدايستوليك بلود بريشر اللي هو ضغط الانبساط، او بالعاميه السيستوليك يسموه الضغط العالي، الدايستوليك يسموه الضغط الواطئ. فاذا كان قسنا ضغط شخص وشفناه أكثر من 14/9، هيك نسميه، ما نقوله 140/90، أكثر من 14/9 معناها أنه البيشنت مالتي عنده هايبرتنسيف. الهايبرتنسيف ريزولت فروم انكريز بالبريفرال فاسكولار ارتري سموث مسل تون. يعني شنو هنا احنا راح نبدي نحكي على أسباب ارتفاع الضغط. شنو أسباب ارتفاع الضغط؟ اكو عدة اسباب. اول شغلة انه اني الاوعية الدموية مالتي، جدران الوعاء الدموي مالتي صار بيستفنس. شنو استفنس؟ يعني متصلب. جدار الوعاء الدموي، لو تسحبون اي وعاء دموي من انيمال معين راح تشوفون الوعاء الدموي ديليكيتد، هو بي مصل سموث مصل، وهذا اني يتقلصا وينبسطا حسب انه اكو دم او لا. لكن بحالة الهايبرتنشن راح يصير عندي أول شيء احتمال يصير عندي فاسكولار ريزيستنس نسميها. شخص أنا بالفاسكولار ريزيستنس، الفاسكولار ريزيستنس يعني الوعاء الدموي متصلب، فمدى يطاوع الضخ مال الدم، فمن يبقى متصلب ويجي ضخ دم قوي راح يسبب ضغط على جدران الوعاء الدموي، وبالتالي راح يظهر عندي حالة هايبرتنشن. زين، which lead to increase بالarterial resistance and reduce بالcapacitance of the venous system. الcapacitance اللي هي المطاوعة أو قدرة البلود فيزل على أنه يتمدد وينطي من نفسه حتى قدر الإمكان يقلل من الضغط المسلط على جدران الوعاء الدموي نتيجة ضخ الدم. أوكي، زين. Elevated blood pressure is approximately common disorder affected approximately 15% of population. أكثر من 15%، يعني كل 100 شخص 15 واحد منهم إذا مو أكثر يعاني من ارتفاع بضغط الدم. حوالي 60 مليون شخص عندهم هاي الحالة. زين، although many of these individuals have no symptoms. طبعا الضغط شو نسميه؟ نسميه silent killer. نسميه silent killer، يعني شنو silent killer؟ يعني القاتل الأصم أو الصامت، بدون ما تحس بيه، ما عنده symptoms،
ماكو أي عرض يدل على أنه هذا مال واحد يقول لك أنا راسي يوجعني ضغطي مرتفع، أنا راسي يوجعني لكن أقيس ضغطي منخفض. فألم الراس هو مو مؤشر على أنه البيشنت مالتي عنده ضغط، هاي الشيء خلوها ببالكم زين. أنا كشخص لما يصير عندي انخفاض بالضغط راح يبدي راسي يوجعني بطريقة مو طبيعية زين. فهناي no symptoms، الغالبية ما عندهم أعراض، عن طريق الصدفة يكتشفون انه عندهم هو شنو، عندهم hypertension. chronic hypertension either systolic or diastolic مرات حيأدي لي الى cerebral vascular accident اللي هي حالة ستروك، جلطة دماغية. يعني من يبقى الشخص مرتفع ضغطه ولفترات كلش طويلة بدون اي علاج، هنا راح نلاحظ انه هو حيعاني من ستروك. الكونجستيف هارت فيلر اللي هو احتقان القلب زين، إضافة إلى المايوكارديال انفاركشن اللي هو احتشاء عضلة القلب، رينال دامج، كل هذني الأشياء راح أشوفهن بالأشخاص اللي يبدي يعاني من أو يبدي يصير عنده ضغط لكن هو مدى يعالجه. شي يصير عنده سيربرال ستروك، جلطة دماغية، مشاكل بالكدني، كذلك مايوكارديال انفاركشن وكونجستيف هارت فيلر. الانسيدنس اوف مورتاليتي اند موربيديتي سيجنيفيكانتلي ديكريز وين ذا هايبرتنشن از دايجنوسيس اس ايرليير اس بوسيبل تو بي تريتد. يعني اني اذا شخصت هذا البيشنت عنده ارتفاع بالضغط، اني لازم اخلي في بالي شنو، لازم ابدا استراتيجي لعلاج هذا الارتفاع، مو اعوفه والله انت عندك ضغط يلا عيني ثيما لا مع السلامه زين. لازم يعالج. ليش لازم يعالج؟ لانه لازم انت توعي البيشنت، ترى انت اذا ما عالجته احتمال راح يصير عندك جلطة دماغية، احتمال حتتلف عندك الكلية، احتمال حيتلف عندك القلب، بعد حسب انت وحظك يا مشكلة راح تعاني. طبعا هذا الجدول هنا دا يوضح لي الجايد لاين او يبين لي انه اني هذاش اعتبره وذاكش اعتبره. لما اجي اقيس اني حطيت جهاز ضغط وارد اقيس ضغط للبيشنت اللي قاعد قدامي، اذا طلع ضغطه 120 على 80 هنا انا راح اقول له انت نورمال ما بك اي شيء ما شاء الله ضغطك زين. اذا كان بري هايبرتنشن يعني بعده ها بعده ما مشكل عنده الضغط، فراح يكون الضغط ما بين ال 120 وال 139 هذا الضغط العالي، والضغط الدايستوليك راح يكون ما بين ال 80 الى ال 89. بالنسبة لستيج 1 هنا عندي ستيجات بالضغط، ستيج 1 هايبرتنشن يسموه وستيج 2 هايبرتنشن. هنا تصنيف الستيجات حيساعدني وين باختيار العلاج بعدين زين. فإذا كان ستيج 1 هايبرتنشن راح ألاحظ أنه الضغط يتراوح ما بين 140 إلى 159 زين، والضغط الدايستوليك راح يكون ما بين 90 إلى 99. بالنسبة لستيج 2 هايبرتنشن اللي هو راح يكون أكثر من 160 بالنسبة للسيستوليك بلود بريشر، والدايستوليك بلود بريشر راح يكون أكثر من 100 مليمتر ميركوري. هاي حيساعدك وين بتصنيف ال باختيار العلاج لنوع الهايبرتنشن المناسب اللي يعاني من عنده البيشنت، اذا كان ستيج 1 واذا كان ستيج 2 واذا كان بري هايبرتنشن انا شلون ممكن انه اعالجه. نجي هسه على الاتيولوجي اوف هايبرتنشن. شنو معنى الاتيولوجي؟ الاتيولوجي معنات المسببات. شنو مسبب الهايبرتنشن او شلون انا اعرف البيشنت مالتي دا يعاني من هايبرتنشن او ليش دا يعاني من هايبرتنشن؟ طبعا غالبيه الاتيولوجي مال الهايبرتنشن نسميها ايديوباثيك. يعني شنو ايديوباثيك؟ يعني فجاه يصير عنده هايبرتنشن ما معلوم السبب او ليش صار هيجي، نسميها ايديوباثيك هايبرتنشن. مفهوم زين. تصنيفات الهايبرتنشن طبعا عندي عدا عن انه ستيج 1 وستيج 2،
تصنيفات على اعتمادا على المسبب. تصنيفات هسه راح احكيها اعتمادا على المسبب. عندي primary hypertension واللي يسموه essential hypertension، واللي هو غالبية الناس حيصير عندهم primary hypertension نسميه disorder of the unknown region، يعني ما معروف السبب مالته هو شنو أو منين صار. وعندي secondary hypertension. secondary hypertension دي يصير نتيجة فالديزيز أخرى أدت لي إلى أنه يصير عندي hypertension، مثلا مشاكل بال كدني، مشاكل معينة بالهارت سببت عندي هذا النوع اللي هو secondary hypertension. secondary hypertension قلنا انه سبب ارتفاع الضغط نتيجة مسبب معين، هذا المسبب المعين هو اللي ادى، معروف هو اللي ادى لي ارتفاع الضغط، المسبب معروف زين، بينما بالبرايمري أو الإسينشال هايبرتينشن المسبب اللي عندي يكون غير معروف. طبعا الفاميلي هيستوري إنه شخص عنده بالعائلة هايبرتينشن يلعب دور كلش مهم، بأنه مثلا أنت عندكم الأب والأم عندهم ضغط، فنتوقع يعني إذا كان عندهم 5 أبناء بالقليل 2 منهم يعانون هايبرتينشن، هاي إذا مو كلهم، هاي أنا أقول لكم على أقل تقدير. فالفاميلي هيستوري يلعب دور كلش مهم انه راح يصير او يحفز عندي حالة الهايبرتينشن للبيشنتس مالتي. الانسيدنس اوف ذا اسينشال هايبرتينشن از 4-fold مور فريكوينت امونج بلاك ذان امونج وايت. يعني شنو؟ يعني بالسود اللي هم بشرتهم سوداء تكون زين، الافارقة الإصابة بالإسينشيال أو البرايمري هايبرتينشن راح يكون 4 أضعاف أكثر من البيض. طبعا هسه انتوا راح تسألون إحنا بيض لو سود؟ على اختلاف الدرجات، طبعا درجات البشرة مالتنا إحنا نصنف ضمن الوايت بيبل، وهاي الشيء أنا ما جايبته من عندي، جايبته من جايدلاين، ودكتور ضياء جبار يعني الله يخليه لنا إن شاء الله قال إحنا نصنف من ضمن البيض على مختلف درجاتنا اللونية. أوكي. It's occur more often among mild age male than that of the mild age female. يعني بالميل حيكون أكثر الانسيدنس ما بالفيميل. It is a prevalence increase with the age and obesity. كل ما زاد العمر زاد الانسيدنس حتى يصير عندي هايبرتينشن، كل ما زاد الوزن زاد الانسيدنس انه يصير عندي هايبرتينشن. طبعا لا ننسى الانفايرمنتال فاكتورز تلعب دور كلش مهم بانه الشخص هذا يشكل عنده ضغط، الستريسفول لايف ستايل دائما متوتر ومتشنج وضغط ستريس كلش هواي عليه، الهاي دايتري انتيك اوف صوديوم ياخذ كميات كبيره من الاكل الحاويه على صوديوم يكون اكل مالح كلش، كذلك السموكينج يلعب دور كلش مهم مهم بزيادة الانسيدنس حتى يصير عنده البيشنت مالتي هايبرتينشن. الميكانيزم فور كنترولينج بلود بريشر، انا شلون راح اسيطر على البلود بريشر او شنو هو الميكانيزم اللي ممكن انه تتبع حتى اسيطر على البلود بريشر؟ طبعا عندي ارتيريال بلود بريشر is direct proportion to the cardiac output and peripheral vascular resistance. طبعا عندي ضغط بالارتري وعندي ضغط بالفين. الارتري هي الشرايين والفين هي شنية؟ الفين هي الأوردة. اوكي، فبالنسبه للضغط الموجود ضغط الدم داخل الشرايين راح يكون دايركت بروبورشن يتناسب طرديا مع كميه الكاردييك اوتبوت، يعني كل ما زاد الكاردييك اوتبوت كل ما راح يزيد عندي الارتري بلود بريشر، اضافه الى كل ما يزيد عندي البريفرال فاسكولار ريزيستنس حيزيد عندي الارتريال بلود بريشر. شوفوا هنايا هذا هو المخطط حيوضح لي الارتريال بلود بريشر كنترولد باي. شلون انا اسيطر على ضغط الارتري؟ اول شيء
أسيطر لازم على الكاردياك أوتبوت، مخرجات القلب، إيش قد القلب راح يخرج لي دم. ثانياً البريفرال ريزيستنس، إنه الفيزلز الموجودة بالبريفرال part of the body اللي هي مثلاً خلينا نقول بالرجلين بالإيدين ما أعرف وين، هاي يسموها peripheral. زين هنا peripheral artery أو peripheral resistance أيضا هي حتسوي لي controlling لل arterial blood pressure. بالنسبة للcardiac output، أنا شون حأتحكم بالcardiac output؟ أول شغلة الheart rate، سرعة القلب، سرعة العمل مات القلب. ثانيا contractility اللي هي قوة الانقباض والانبساط، ها هي الكونتراكتيليتي. ثالثا الفيلنج بريشر، انه هل القلب دا يمتلئ كله بالدم لو نصه، لو دا يصير اكو فد شيء معين، هذا يسميه فيلنج بريشر. اوكي الفيلنج بريشر على منو يعتمد؟ اللي هو ضغط الامتلاء، امتلاء القلب بالدم طبعا. زين راح يعتمد على البلود فوليوم، جد حجم دم دخل لي القلب، والفينوس تون، زين انه الاوردة جد ترجع للقلب دم، مفهوم؟ هاي هي كلها شو نسميها او تنطوي تحت الكاردياك اوتبوت. تنطوي تحت منو؟ الكاردياك اوتبوت. بالنسبة للبروفرال ريزيستنس اللي هي الارتريول تون، اللي هي من هي الارتريول تون اللي هي شو خلينا نقول مطاوعة الشرايين. زين مطاوعة الشرايين هل هي من راح ينضخ الدم من القلب الى الجسم، راح تتمدد هاي الشرايين بسهولة بحيث الدم يوصل للتارجت، زين اللي هي شو نسميها الارتريول بلود بريشر. طبعا الكاردياك اوتبوت اند بيريفيرال ريزيستنس ان تيرن ار كنترول مينلي باي ذا تو اوفر اول كنترول ميكانيزم. هسه راح نشوف انه كل من الكاردياك والبيريفيرال ريزيستنس شلون اني ممكن انها اسيطر عليها. طبعا عندي تو سيستم مسؤولات عن السيطره على هذين الامور. شنو هي هاي السيستم؟ اول شغله البارو ريفلكس او نسميه بارو ريسبتر and sympathetic nervous system، إضافة إلى رنين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم. هذين التو سيستم هن اللي حيتحكمن بالكاردياك أوتبوت وحيتحكمن بالبريفرال ريزيستنس. most anti hypertensive drug lower blood pressure by reduce الكاردياك أوتبوت، يقلل الكاردياك أوتبوت حتى أضمن الأرتريال blood pressure قل، أو يقلل لي من البريفرال ريزيستنس حتى اضمن انه ما يصير عندي ريزيست للبلد لما ينضخ بالاوعيه الدمويه. اول ما راح نجي نحكي على البارو ريسبتر ان سمباثيتك نيرفس سيستم. شنو هو البارو ريسبتر؟ البارو ريسبتر اول شيء احنا لازم نعرف وين مكان البارو ريسبتر قاعد يصير عندي، حتى على اساسه احنا نفتهم الموضوع هو شنو. انتبهوا وياي هنا على هاي الصوره، البارو ريسبتر راح يكون عباره عن ريسبترات موجوده وظيفتها تتحسس منه، تتحسس الارتفاع والانخفاض بالضغط الحاصل. شلون ريسبترات؟ اوكي نسم عندي نوعين من البارو ريسبتر، كارديو ساينس بارو ريسبتر واورتيك ريتش بارو ريسبتر. عندي تو تايب اوف بارو ريسبتر، وحده موجوده بالكاروتيد وحده موجوده بالاورتيك. بالكاروتيد يعني وين؟ يعني شايفين بالافلام هذا من يحطون اصبعهم على على رقبة المريض ويتحسسون النبض مالته، هذا يسمونه كاروتيد ارتري، يحتوي على كاروتيد ساينس بارو ريسبتر. زين بالاورتيك ارتش طبعا انتو تعرفون القلب بفتشي قايل هيتشي مثل القوس، وبي منها يطلعن ثلاث
أوعية دموية زين، هذا نسميه أروتيك الأورتيك آرتش زين. الأورتيك آرتش أيضا يحتوي على بارو ريسبتر. هسه احنا لازم نعرف شنو البارو ريسبتر وش استفاد آني من عدها زين. البارو ريفلكس act by the change in activity of the sympathetic nervous system. Therefore, they are responsible for rapid, يعني سريع, moment-to-moment regulation of blood pressure. انتبهوا ياي. من يحس البارو ريسبتر, يعني مثلا هذا هو البلود فيزل زين, هنا هي البارو ريسبتر على شكل تثخنات موجودة بالفيزل متمركزة في مكان معين. الدم يجري هنا ويطخ بالبارو ريسبتر. من الدم طخ بالبارو ريسبتر, البارو ريسبتر قال اوكي الامور حلوة زين. ورا فترة صار عندي فد مشكلة معينة, قل كمية الدم اللي يطخ بالبارو ريسبتر. البارو ريسبتر حيحفز لي السمباثيتك نيرفس سيستم بسرعة شديدة, لذلك سموه مومنت اند رابيد, يعني رابيد تو مومنت ريجوليشن زين. الفيل بالبلود بريشر حيؤدي لي الى بريشر سنسيتيف نيورون اللي هي بارو ريسبتر ان ذا اورتيك ارتش اند كاروتيد ساينس. البارو ريسبتر الموجوده بالكاروتيد ساينس والاورتيك ارتش حيتحفزون, اند سيند فيو امبلس فد نبضات بسيطه للكاردييك فاسكولار سنتر الموجود وين بالسباينال كورد. هذا الإعاز حيؤدي لي إلى increase بالsympathetic and decrease بالparasympathetic output. زيادة السمباثيتك معناها زيادة بالنبض, قلة الparasympathetic يعني أيضا زيادة بالنبض, لأنه وجود الparasympathetic بشكل عالي حيؤدي لي إلى شنو, انخفاض بالنبض مال الهارت ريت زين. لذلك الجسم ايش راح يسوي؟ يقلل من الباراسمباثيتك ويزيد من السمباثيتك حتى يزيد من الهارت ريت زين. وكذلك يأثر لي على الفازوكيوليتشر, حيؤدي لي الى فازوكونستراكشن, result in the vasoconstriction and increase بالكاردييك اوتبوت, حيزيد عندي كمية الدم الخارج من القلب وحيسوي عندي vasoconstriction اللي هي تقلص بالأوعية الدموية. This change result in the compensatory rise بالblood pressure. شنو معنات الcompensatory؟ compensatory يعني نقدر نقول مثل الاستراتيجي المساعد أو المعاون أو الحل الحالات الطارئة. أنا عندي حالة طارئة تحتاج إلى رابد أكشن, فالرابد أكشن هنا هو عمل البارا ريسبتر بتحفيز السمباثيتك وتثبيط البارا سمباثيتك نيرفس سيستم. نجي على الرنين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم. شو راح يسوي الرنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم؟ هنا يفضل انه احنا نوضحها بفيجر. خلينا نشوف الفيجر هنا ايش راح يقول لي. انا راح اشرح لكم الأوفرال رياكشن هو شنو. شوفوا عيني, هاي هي الكدني. الكدني دا تشوفون هذا المكان اللي هناية بيها, هذا المكان اللي هناية, المكان اللي هناية بيه نوع من الخلايا نسميه جيكسترا جلوميريولار سيل. جيكسترا جلوميريولار سيل. الجيكسترا جلوميريولار سيل شنو وظيفتها, أو خلينا نقول هي مو هنا بالضبط, هسه هاي مو الوعاء الدموي الداخل للكدني, اكو بصفه وعاء دموي اخر, فبين هذني الاثنين اكو خلايا
نسميها جيكسترا جلوميرولار سيل. هاي الجيكسترا جلوميرولار سيل تقريبا نفس عمل البارورسبتر، تتحسس كمية البلد الداخل أو الخارج من الكلية، وأكثر شيء داخل الكلية. فإذا كانت كمية البلد داخل للكلية قليلة، الجيكسترا جلوميرولار سيل راح تتحفز، الجيكسترا جلوميرولار سيل راح يصير بها اكتيفيشن. من صار لها اكتيفيشن حتأدي لي إلى ريليز أوف رنين. شو تأدي لي؟ ريليز أوف رنين. رنين هو عبارة عن هرمون ينفرز من الجيكسترا جلوميرولار سيل. وظيفته شنو؟ وظيفته يحول الانجيوتين سينوجين اللي هو نورمال موجود بالبلد فيزل، يحولها الى انجيوتين سين 1. حولها الى شنو؟ انجيوتين سين 1. الانجيوتنسين 1 بوجود انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، انجيوتنسين كونفرتينج انزيم حيحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 له اسم اخر اللي هو فازوبرسين، يا اما يسموه انجيوتنسين 2 يا اما يسموه فازوبرسين. الانجيوتنسين 2 راح يروح على البلد فيزل يسوي لي فازو كونستراكشن اللي هو تقلص بالوعاء الدموي. من صار عندي فازو كونستراكشن ايش اتوقع؟ راح يصير عندي هايبر تنشن، حيصير عندي هايبر تنشن. اوكي، هسه بس عرفوا لي هذا الباثوي، بعدين نحكي على هذا الباثوي بوقته زين. هسه نجي نشوف هنا على الرنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، انا ايش حستفاد من عنده وشلون حيسوي لي ريجوليشن للبلد بريشر. الكيدني بروفايد لونج تيرم كنترول بلد بريشر. هسه قلنا على البارورسبتر هو شيء يسيطر، يسيطر على الشورت تيرم كنترول مومنت تو مومنت ريجوليشن، بينما اللونج تيرم كنترول راح يكون وظيفة منه؟ راح يكون وظيفة الرنين انجيوتنسين سيستم اللي قلنا حيكون يتغير تباعا للبلد فوليوم الواصل الى الكيدني. البارورسبتر الموجودة بالكيدني ريسبونس تو ريديوس بالارتريال بريشر اند تو ذا سمباثيتك ستيميوليشن اوف بيتا 1 ادرينو ريسبتر. اريدكم تعرفون فتشي انه البيتا ادرينرجيك ريسبتر بها بيتا 1 بها بيتا 2 وبها بيتا 3. البيتا 3 موجود بالاديبوس تيشو، اديبوس تيشو. البيتا 2 موجود بالبرونكايل وكذلك بالبلد فيزلز، بالبرونكاي اللي هي الجهاز التنفسي بالرسبيراتوري وكذلك موجود بالبلد فيزل. بالنسبه للبيتا 1 راح القاه بالهارت وراح القاه بالكدني. البيتا 1 راح القاه بالكدني والقاه بالهارت. هذه في التذكره لكم لان هاي المفروض انتم العام ما اخذيها من شرحتوا على البيتا ادرينرجيك ريسبتر زين. فبالكدني عندنا البيتا 1 ادرينو ريسبتر باي ريليز اوف انزيم الرنين اللي هو انزيم راح يحول الانجيوتنسينوجين تو انجيوتنسين 1. Low sodium intake and greater sodium loss also increase renin release. يعني مرات هنا البلد فوليوم مالتي طبيعي لكن صوديوم قليل، الشخص داخل صوديوم قليل أو دا يصير عنده large loss of sodium، هنا راح يتحفز عندي الرنين. This peptidase conversion، peptidase ده يقصد على من؟ ده يقصد على الرنين اللي هو peptidase enzyme راح يسوي لي degradation، يحول الانجيوتنسينوجين to angiotensin 1، بعدين راح يتحول الانجيوتنسين 1 إلى angiotensin 2 by the angiotensin converting enzyme. الانجيوتنسين 2 is a potential circulation vasoconstriction consider both arterial and venous causing increase in the blood pressure. حيسوي لي vasoconstriction
كل من الأرتري والفين وحيؤدي لي إلى ارتفاع بالضغط. أيضا الأنجيوتنسين 2 exert a preferential vasoconstriction action on the efferent arterioles of the renal glomerulus, كذلك increase بالglomerular filtration rate. Furthermore, الأنجيوتنسين 2 أيضا حيحفز لي الألدوستيرون secretion. نرجع على الرسم مالتنا, أو مثلا ناخذ هذا. هنا ورا ما انتقل عندي الانجيوتنسين وجين الى انجيوتنسين, ومن ثم انجيوتنسين 1 راح يتحول الى 2. انجيوتنسين 2 راح يروح ياثر لي على البلد بريشر, حيسوي لي ارتفاع بالبلد بريشر لانه الى فازو كونستراكشن اكتيفيتي. هاي وحده. اثنين, الانجيوتنسين 2 راح يروح على الادرينال جلاند اللي هي الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية. إيش حيسوي لي؟ حيأدي لي إلى تحفيز بالألدوستيرون سيستم أو الألدوستيرون سيكريشن. زيادة بالألدوستيرون سيكريشن حيأدي لي إلى صوديوم ريتينشن, وبالتالي حيزيد عدي الرينال صوديوم ريأبزوربشن and increase بالبلود فوليوم. إذن سوالي فازو كونستراكشن وزيد لي البلود فوليوم لأنه سوى ريأبزوربشن للصوديوم وزيد كمية الصوديوم الموجودة بالدم, وبالتالي زيد من البلود فوليوم which contribute to the further increase in blood pressure. إذا البلود بريشر بحالة الأنجيوتنسينوجين حيستهدف البلود فيزل ويسوي فازو كونستراكشن ويزيد الضغط, وحيستهدف الكدني بحيث يسوي ريأبزوربشن للصوديوم وبالتالي يزيد البلود فوليوم. This effect of the angiotensinogen 2 are mediated by the stimulation of the angiotensinogen 2 اللي هو angiotensinogen 2 angiotensin 1 receptors.